بعد السوبر الأفريقية القطبين ما بين ارتياح وترتيب أوراق ولسه الموسم. بعد تتويجه بالسوبر حالة من الارتياح في الزمالك، جوميز بيمنح اللاعبين راحة سلبية وتفاؤل بما هو قادم. في المقابل الهزيمة تجبر الأهلي على ترتيب الأوراق أملاً في صحوة معتادة تعيد الفريق للطريق الصحيح. وبين هنا وهناك اللقب الأفريقي مش نهاية الطريق للأهلي أو الزمالك، دي بداية لموسم جديد كله تطلعات وطموحات جديدة، والمكسب كله دايماً للكرة المصرية.